السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على فايدة عظيمة جدا جدا جدا، عبارة بإذن الله عن كلمات عنها ان هذه الكلمات هي الكلمات التي قالها موسى عليه السلام حينما انفلق البحر. يعني هذه الكلمات هي الكلمات اللي قالها سيدنا موسى حينما انفلق البحر. هذه الكلمات يا جماعة بتصنع معك المعجزات، وأيضا أحدثكم معها على بعض الخطوات بإذن الله اللي أنت لو عملتها هتلاقي بإذن الله المعجزات تحققت في حياتك. عشان بعض الناس اللي بيقولوا لي يا عبد الله المعجزات بتبقى الأنبياء بس، بصوا يا جماعة المعجزات بتبقى نوعين، في معجزات دي بتتحقق مع الأنبياء فقط، وفي معجزات تانية اللي هي بتتحقق مع بعض العباد الصالحين اللي بيلجأوا لله عز وجل. إيه هي المعجزات اللي أنا بتكلم عليها؟ المعجزات دي هي الحاجة اللي أنت تعجز عن الوصول إليها بمفردك، تحتاج إن أنت تستعين بالله عز وجل وبتحتاج التوفيق، ما بتقدرش أنت لوحدك، لا حول لك ولا قوة. فاهمني يا جماعة؟ فبالتالي النهاردة إن شاء الله أنا جايب لك فايدة بإذن الله لو أنت عملتها هتتحقق معاك الفوائد التالية. اول فايده ان شاء الله هي جلب الرزق الكثير جدا 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 لحياتك. يعني ان شاء الله بعد ما تعمل الفايده دي انت هتلاحظ ان في رزق كثير جدا 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 بدا يتدفق الى حياتك بفضل الله. كما ان مميزات هذه الفايده يا جماعه ان هي سهله الاستخدام، وباذن الله الفايده دي من افادتها برضو بتديك هاله روحانيه وقوه روحانيه عندك، بتخليك لو انت عندك حاجات او اهداف سبحان الله بتلاقي نفسك بتصل الاهداف دي بسهوله. لو انت عندك بعض المشاكل والهموم بتلاقي نفسك بتنتصر على المشاكل والهموم دي بسهوله. لو انت لديك اي امنيه او اي هدف ما كانت تبدو لك ان هي مستحيله او مستحيل ان انت توصل لهذا الامر او مستحيل ان انت توصل لهذه الحاجات، ان شاء الله هتستطيع ان انت تصل لهذه الحاجات وتحقق كل اهدافك وكل حاجاتك مهما كانت باذن الله. فبالتالي الفايده النهارده يا جماعه من الفوائد العظيمه جدا، اتمنى تطبقوها وباذن الله تشوفوا المعجزات. طب يا عبد الله الفايده دي بالظبط اعملها ازاي وفي قد ايه وطريقه تطبيقها وتفاصيل الفايده دي يا عبد الله؟ انا عايز شرح تفصيلي للفايده. هبدا باذن الله احبابي في شرح تفصيلي للفايده وشرح الفايده ونعملها ازاي وكده. بس قبل ما ابدا في شرح الفايده بالتفصيل، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه كده في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا احبابي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. طبعا الفائده دي يا جماعه لا يشترط في فعلها او لا يشترط في تطبيقها اي يوم معين من الايام. اهم شيء ان انت هتعمل الفايده دي وهتستمر على الورد ده لمده، اما ان انت تستمر عليها لمده 7 ايام، واما ان انت تستمر عليها لمده 41 يوم. وطبعا ده ورد قران يا جماعه، ورد خاص بالاذكار. باذن الله انت خلال ال7 ايام او خلال ال41 يوم انت هتلاقي سبحان الله، هتلاقي اولا ذهنك بقى صافي وحالتك النفسيه تحسنت بشكل كبير جدا. في ناس يا جماعه بيبقى العدو الرئيسي ليه نفسه، كل لما بيدخل حاجه او بيحقق هدف او بيحاول يحقق هدف هي نفسه هي اللي بتعطله، بيلاقي نفسه حزين او مكتئب او حتى مش مؤمن بقدره الله عز وجل ان هو يوصل له شيء ده، او حتى مش مؤمن بقدرات نفسه على الوصول لهذا الامر او الوصول لهذا الشيء. بالتالي انت بعد ما تطبق الفايده دي انت ذات نفسك هتلاحظ براحه نفسيه رهيبه، راحه نفسيه هتخليك مندهش. كما ان من فوائد او من اثار هذه الفايده برضه هي حدوث كرامه معينه في الوصول لهدفك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي هدف او عندي شيء نفسي اوصل له قوي، ولكن الشيء ده صعب، انا مش هقدر اوصل له بنفسي. تلاقي سبحان الله في سبب كده او في حاجه كده جت من عند ربنا كده خليتك ان انت تحقق الهدف ده، خاصه لو الهدف ده يهمك، وخاصه كمان لو انت بتعمل الفايده دي بنيه الحصول على هذا الهدف. كما ان من فوائد الفايده دي برضه يا جماعه هي النجاه من اي مصيبه او اي مشكله او اي ازمه. خلي بالك الكلمات دي ورد عنها الذي قالها هو سيدنا موسى عليه السلام. فبالتالي انا مش بكلمك على كلمات عاديه او كده، ده كلمات عظيمة معجزة ومذهلة هتستطيع بإذن الله من خلالها طبعا بالاستعانة بالله عز وجل ان انت تحقق اي مطلب او اي مسعى او اي شيء بتسعى ليه. فبالتالي انت لو انت عندك ديون او عندك ازمة شديدة جدا او عندك مشكلة صعبة او عندك اي شيء انت مش انت مواجهه قادر تتخلص منه، بتواجه عدو ظالم، بتواجه مشكلة، بتواجه ازمة، بتواجه مصيبة، بتواجه مثلا فتاة كبيرة في السن وعايزة الله عز وجل يكرمها وتتزوج بشخص صالح، شاب مثلا بيسعى في كل جوانب العمل ومش لاقي عمل،
وعايز الله عز وجل يكرمه ويوفقه في الحصول على عمل، مهما كانت أزمتك أو مهما كانت مشكلتك أو مهما كان الشيء اللي أنت بتواجهه، بإذن الله ثم بالاستعانة بهذه الكلمات هتستطيع أن أنت تنتصر على هذه العقبات وتحقق ما تتمنى وما تسعى إليه إن شاء الله. أنا عارف أن أنا طولت عليكم، هندخل على طول في شرح الفايدة. الفايدة دي يا جماعة زي ما قلت لكم هتعملها يا إما في 7 أيام يا إما هتعملها في 41 يوم، وطبعا أفضل 41 يوم. هل يشترط يا عبد الله يوم معين في بدء الفايدة ولا ممكن في أي يوم؟ لا، ممكن أي يوم عادي، أهم شيء إن أنت تعملهم 7 أيام متواصلين أو 41 يوم متواصلين. يعني عملتها النهاردة وأكررها لمدة 7 أيام، وبعمل الفايدة دي إن شاء الله وبردد هذا الورد بعد صلاة العشاء، يعني بتيجي بعد صلاة العشاء وبتردد هذه الفائدة أو بتردد هذا الورد. طيب بعمل ايه بالظبط يا عبد الله في الفايده؟ كل اللي بطلبه منك ان شاء الله ان انت بتجلس بعد صلاه العشاء وانت عندك يقين في الله عز وجل، واول حاجه بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتقرا السوره العظيمه دي 7 مرات كامله. والسوره يا جماعه هي سوره ياسين، بتقرا سوره ياسين 7 مرات كامله. هتقول لي العدد كبير، هقول لك العدد 7 مع سوره ياسين ليه سر، وايضا سوره ياسين يا جماعه ليها معجزات واسرار كتيره جدا، والله العظيم من مجربات الشخصيه السوره دي فيها اسرار ومعجزات كتيره جدا 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 فوق ما تتخيل. السوره دي بص يعني عارف انت الحاجات اللي يعجز العقل عن التفكير ان هي ازاي حصلت، السوره دي بالاستعانه طبعا بالله عز وجل ممكن تحقق هذا الامر. سوره ياسين معروفه من القديم، حتى من السلف ومن العلماء ومن الفقهاء ومن الزهاد القدماء كانوا بيقولوا عن هذه السورة يا جماعة الأعاجيب، كانوا بيتحدثوا عن أسرار هذه السورة وكانوا بيقولوا عنها حاجات يعني أنت ذات نفسك ما تتخيلش إنها تحصل مع اللي بيقرأها. فبتقرأ سورة ياسين 7 مرات كاملة. بعد ما تقرأ سورة ياسين 7 مرات كاملة هنيجي للخطوة الثانية، وهي إن أنت هتردد اسم الله عز وجل القريب. اسم الله عز وجل القريب اسم عظيم جدا جدا جدا، له أسرار وفوائد بص يعني تدهشك. وهذا الاسم يا جماعة اسم عظيم جدا، اسم الله عز وجل القريب. والله عز وجل قريب، هذا القرب هو قرب علم، يعني الله عز وجل قريب منك يعلم ما تفعله، وقرب قدرة أي أن الله عز وجل يقدر عليك ويقدر على كل شيء. الله عز وجل قريب منك قرب علم، يعلم كل شيء في حياتك، وقريب منك قرب قدرة لأن هو يقدر عليك. بتردد اسم الله عز وجل القريب 100 مرة، وإن زدت فهو خير، يعني لو أنت قلته 100 وأكثر من 100 عالي فهو خير، لكن ممكن تقوله 100 مرة ما فيش مشكلة. يا قريب وديك عرفت القريب أي أن الله عز وجل قريب مني قرب قدرة وقرب علم. الله عز وجل قريب في أي مكان أنا بروحه، مهما كان الله عز وجل قريب مني ويشاهدني ويعرفني ويعلم ما الذي أفعله. فبالتالي بتقول يا قريب 100 مرة أو أزيد. بعد كده ان شاء الله هنيجي لاهم خطوه بقى في الفايده يا جماعه، وهي الدعاء اللي انا ذكرته في بدايه الفيديو. وهذه الكلمات يا جماعه جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اعلمك الكلمات التي قالهن موسى عليه السلام حينما انفلق البحر؟ فقال: بلى. فقال: بص بقى ده الدعاء يا جماعه اللي انتوا هتقولوه 7 مرات كامله، والدعاء باذن الله اللي انت هتقوله 7 مرات كامله هو: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان. بتقرأ هذا الدعاء وبتردد هذه الكلمات 7 مرات كاملة. بعد ما تردد الكلمات دي 7 مرات كاملة أنت كده خلصت خطوات الفايدة الثالثة. اللي طبقته في اليوم الأول نفس بالظبط اللي هتطبقه في اليوم الثاني لحد ما تخلص 7 أيام أو 41 يوم. أنا عايز أقول لك من أول يوم هتطبق فيه الفايدة دي بإذن الله هتبدأ النتائج في الظهور. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو كان عندك استفسار اكتب لي في التعليقات وإن شاء الله أرد عليك. وبس كده يا حبايبي يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.